إن التأخر الفاحش في الرد على الأسئلة هو إهانة للشعب واستهتار بأهم المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور الذي جعل السلطة تستمد شرعيتها من الشعب. فرجاء كفى من هذه السلوكيات التي تهين صورة مؤسسات وطننا العزيز. ليس مقبولا على الإطلاق أن ننتظر أكثر من سنة. سؤالي يعود إلى مارس 2022، كما أنه ليس مقبولا بل يعتبر من قلة الاحترام الذي نرفضه بشدة إلغاء الوزراء لجواب تم برمجته في آخر لحظة. اليوم كان 3 وزراء غايبين. أنا لا أسمح لك أن تتهمنا أننا لا نحترم، بل بالعكس، لابد أنك تعرف ميكانيزمات كيف تسير أسئلة شفوية. العيب ليس في أعضاء الحكومة، أنتم برمجتم، البرلمان هو الذي برمج أن تجاب هذه الأسئلة في هذا الوقت. لو برمجتوها من قبل كنا نجيكم في القبل، وبالتالي نحن نحترم النواب ونحترم الشعب الجزائري كله، وبالتالي إذا في خلل ليس على أعضاء الحكومة، بل الخلل في عندكم أنتم وليس في أعضاء الحكومة. احنا برمجت إجابة على السؤال اليوم أنا جيناكم، لو برمجت من قبل كنا نجوك. الأسئلة الكتابية رانا نحترم 30 يوم ونجاوبوكم في 30 يوم. هذه واحد. ثانيا، غياب بعض زملائي موجودين فيهم مهمة بالخارج، ليس أنهم لا يحترمونكم، هم موجودين في مهمة بالخارج. لذلك أتمنى منك أن تسحب هذا الكلام، لأن هذا الكلام مرفوض.